وإلى موضوع آخر، لا تكتفي السلطات الإسرائيلية بالتضييق على العرب البدوي في النقب من خلال الهدم والتهجير وقصور الخدمات فحسب، بل تصل الملاحقة إلى أحكام قضائية مخالفة للشرائع الدينية التي بموجبها يسمح بتعدد الزوجات، مستغلة بذلك القانون الإسرائيلي. ورغم تباين الآراء في المجتمع العربي بشأن هذه الظاهرة، إلا أن ممارسات السلطات الإسرائيلية بهذا الصدد لا تأتي من باب البحث عن الأفضل مجتمعيا كما يقول المتضررون. في سابقة قضائية حكمت محكمة الصلح في بئر السبع على مواطن من مدينة رهط بالعمل 400 ساعة لصالح الجمهور ودفع غرامة مالية بقيمة 36 ألف شيكل بعد إدانته بتعدد الزوجات. الآن على الذي يثقل كاهلنا قضايا الطلاق، قضايا العنوسة، قضايا دخول موضوع الخيانات الزوجية، هذه الأحوال أو هذه الأشياء يجب أن تعالج بشكل مجمل ولا تأتي من باب تسهيل الحرام والتضييق على الحلال كما تمارس الحكومة. الحكومة ليست غايتها كرامة المرأة العربية ولا المرأة المسلمة، إنما غايتها تحديد النسل لدى العرب. نقطة سطر جديد. لا شك انها خطوه ايجابيه في الاتجاه الصح. احنا بنعرف انه بين 20-30% من عرب النقب متعددي الزوجات، ولكن تطبيق القانون لا يكفي. علينا ان نعمل ايضا في المجال الاجتماعي والسياسي لرفع الوعي والاسقاطات السلبيه لهذه الظاهره على مجتمعنا العربي في النقب. آراء متباينة تسمع في النقب حول هذا القانون الذي سن قبل أكثر من 7 عقود ويتم تنفيذه في عهد حكومة اليمين المتطرف بعد إخراجه من إرشيف القوانين بواسطة وزيرة القضاء الإسرائيلية التي لم تخفي أهداف تحديد النسل لدى العرب البدو في الجنوب. صحيح أن الشاب هذا مظلوم، اتجوز بس يعدل بين الثنتين ويقوم بحاله، له عايز لا هذه يساعده ولا هذه يساعده، لكن الحق يقال يسمح للإنسان المحتاج يتجوز سنتين أو لحد يطلع 4. فهذا الدين الإسلام بنص النكدي في دين القرآن، فالقرآن مكتوب. بالنسبة للقانون يعني أنا أعتبره أنه ظالم وجائر. نحن نحترم القوانين جميعا، ولكن إيش كل شيء لا يجب عليه تعدى الشرع كمان، يعني يجب علينا احترام شرعنا وديننا. فإلا إذا في موقف واحد أن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فيجب على الإنسان أنه يعرف كمان حدوده في كل شيء. بين الدين والإجحاف الرسمي ضد النساء اللاتي يعاني الكثير منهن بشكل مزدوج وارتفاع نسبة الفقر والعنوسة في النقب، يقول مواطنون أن حكومة إسرائيل تريد تطبيق القانون من دوافع إيديولوجية وديمغرافية للحد من تكاثر العرب، خاصة وأن القانون لا يهتم بحقوق النساء.